الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو خاص بطلاب الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي، يعني الأحيائي والتطبيقي والأدبي. هو حل تمرينات أسلوب الاستفهام، الموضوع الأول بالعربي باللغة العربية. هذا التمرين الأول الموجودة بالكتاب، طبعا إعداد الأستاذ ظافر جابر، مدرس اللغة العربية في معهد التفوق وثانوية أسمرة في محافظة بابل ناحية الشوملي. هذا الجواب التمرين الأول مثل ما جاي تشوفون، يعني هاي النقطة مثلا السادسة وهذا جوابها. التمرين الثاني عين أسماء الاستفهام واذكر دلالاتها وأعرابها، هذا الجدول مسوي لكم إياه. الجواب طبعا مثل ما نوهنا كل أوقات أنه مفروض الطالب يوقف الفيديو وينقل المادة إلى دفتر أو المسودة مالته، حتى شنو، حتى يكون ضمن أنه كتبهن مرة أو مرتين، حتى شنو يصير عنده، يصير عنده فهم للمادة أو حفظ سريع للمادة. التمرين الثالث هذا الجواب مالته. التمرين الرابع صغ أسئلة يكون ما تحته خط جواب لها بين النوع الأداة وأعرابها، هذا المطلوب، هذا الجواب. التمرين الخامس ادخل هنا في جملتين تدل على معنيين مختلفين ثم اذكر معناها واعرابها، هذا الحل مالته. التمرين السادس استبدل بأداة استفهام الهمزة في الجملة الآتية وإذا تعذر ذلك فأذكر السبب. هذني النقطة الأولى والثانية مثل ما تلاحظون كل واحدة جوابها جواها. هذا التمرين السابع التمرين الثامن التمرين الثامن وصلنا نهاية هذا الفيديو. أتمنى استفاديتم من هاي المادة. لا تنسون وضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. في أمان الله.